ألو ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله دكتور كريبان. يا أهلا وسهلا بك للا خديجة. كدير سيدي لاباس عليك؟ الله يبارك فيك للا. الله سيدي لملي سمعتك إلا فوج عليا قلبي وحق الله. حفظك الله ورعاك. وكون شتي دابا غير فاش تنهضر فاش كنتسنى والله القسم طلعت عليا واحد العرقة حتى فزيت كلي. لا إله إلا الله، الله ينورك بنور الله، الله يعزك للا. عافاك دكتور بنا هي دعوات الخير انا وبنيتي. يا ربي يا ربي. الله يعطيك صحتك، وحنا في واحد الازمه هاد الايامات جاي معانا والناس يقولوا امين، والله القسم الى كل شيء الناس كنقول امين الى دعيتي معاهم. لا اله الا الله. وتنوض في الليل وتندير دعوه للناس كلهم في الليل قيام الليل وحق الله. لا اله الا الله. مع البنات اللي باو الزواج، مع العيالات اللي عاقرات، مع كل شيء كندير دعوه بيني وبين راسي، كندعى مع كل شيء حتى الناس. اكرمك الله اختي، اكرمك الله. الله يعطيك صحتك، دعي لي مع بنيتي. عندنا واحد الازمه بين عندنا عايشين في الدار تاعت الورات وداك الشيء، بينا زعما نخرجوا فوجوا شويه ونتسعوا ان شاء الله يا رب. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله يا ربي يا كريم. الله يعطيك صحتك، دعي معنا، الله يسهل عليك ويخلي لك وليداتك يا رحمن يا رحيم. امين. ويدعوا معنا من قلبهم الخالص، راه حنا محتاجين لهاد الدعوات بزاف يا رحمن يا رحيم. ان شاء الله باذن الله. الله يسهل عليك ويخلي لك وليداتك يا رحمن يا رحيم. لك واحد السؤال. اييه. تنوض انا هاد الايام تنصلي قيام الليل مع تنصوم تنوض نتسحر. اييه. وتنخلي الوتر حتى كنصليه في كنبغي نصلي، واش نصليه من وراء الفجر ولا نصلي الفجر عاد نصلي، حيت كيدوي الفجر الاول من غير تاع الصبح. اييه. وكنخلي زعما داك الوتر حتى الاخر عاد كنصليه، كنبدا نصلي على ما يدوي الفجر عاد كنتسحر عاد مع تنصوم هاد اليامات. الله يتقبل ديالي. وكنصوم شوال. الله يتقبل. لا هي في غير يومين. الله يتقبل منك يا ربي يا كريم. يا ربي امين السي الحاج، عافاك دعي معنا، والله الا ملي سمعت صوتك الا وحق الله الا واحد الفرحه الله اللي عالم بها. اكرمك الله اختي، اكرمك الله. الله اللي عالم بها، راه سيدي ربي عالم. فرحت واحد الفرحه وبحيلا همي، راه شحال من حاجه بغيت نقولها لك وكل شيء تنفع ليا حين سمعت صوتك. اعزك الله اختي، حفظك الله ورعاك. لا اله الا الله. سيدي كريبان هكذا بنتي هي بغات تهضر معك. واخا بنتي مرحبا. السلام عليكم عمي كريبان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لاباس عليك وشي بخير؟ الحمد لله بنتي، الله يبارك فيك. والله إلا سيدي كريبان عرفتي شحال استفدنا منك، بزاف 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 د الحوايج كنا ما عارفينهمش. العفو بنتي. ما شاء الله ما شاء الله، حفظك الله ورعاك بنتي. ديما تنصنتوا لك أي حاجة، أي يوميا من الليل لليل ديما تنجروا معك الدعوات. لا إله إلا الله. ودي معنا عمي كريبان هاد اليوم تعطي لنا واحد الدقيقة. لا اله الا الله. الله ييسر لنا امرنا يا رب يا كريم، يا رب يا كريم باذن الله الواحد الاحد. الله يفرج عليكم يا رب ويكسر لكم الكروب بفضل الله وجود الله وكرم الله. الله يفرج عليكم بنتي. اللهم امين يا رحمن الرحيم. ان شاء الله ندير واحد الدعوه ديال الخير وغتكون فيها لكم فيها اوفر النصيب باذن الله. والجواب على امك، قضيه الوتر للا خديجه، هو كنصلوا الوتر بعد ما كنصلوا العشاء كنديروا الشفاع الوتر، ولنا ان نؤخره قبيل الفجر، فإذا أذن الفجر راح الوتر كيضيع لنا، حتى النافلة كتكون مرتبطة بالصلاة اللي جات معها وتسقط بدخول وقت الصلاة الموالي. دابا الوتر يستمر من صلاة العشاء وكيبقى الليل كامل حتى قبيل الفجر، إلا ودنا لك الفجر صافي سقط الوتر ما بقاش غنصليوه، بحال كان ضاع لنا. لهذا نحرص على أن نصلي الوتر قبل اذان الفجر، نحرص على ذلك. فإلا كنا غنضيعوه اللهم ندرك الوقت ونصليه مع العشاء، نكون ضامنو نصليه مع العشاء، من بعد العشاء ندير الشفع وندير شي ركعات ثم نختم بالوتر باش نكون ضامن صليته. الا اذا كنت مطمئن بانني غنفيق فعلا قبل الفجر بين الساعه ولا كذا، ديك الساعه ناخروا ان شاء الله تعالى مع السحور. الله يتقبل منك للا خديجه، واسال الله الواحد الاحد يفرج عليك وينفس عليك الكروب ويخفف عليك الهموم بفضل الله وجود الله وكرم الله. وهذه فرصه لاله خديجه ندير واحد الدعوه جماعيه مع الحباب ديالنا. يلاه صلوا العشاء، القلوب مرتبطه بربها، الجباه ساجده والايادي متوضئه والالسن تلهج بذكر الله والقلوب مرتبطه ببارئها. تعالوا بنا ندعو الله تعالى دعوه الخير فضلا منه وإكراما. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته، وسبحان الله خضوعا لعظمته.
اللهم يا رب العالمين، إن نسألك في صلاتنا ودعائنا وفي هذه الساعة المباركة، نسألك اللهم أن ترزقنا الرحمات وترزقنا النعيم الذي لا ينفد. اللهم ارزقنا بركة تطهر بها قلوبنا، ارزقنا يا رب رحمة تكشف بها كربنا وتذهب بها همومنا وغمومنا. اللهم ارزقنا بركة تشفي بها أمراضنا وسقمنا. اللهم ارزقنا رحمة تقضي بها ديوننا وتجدو بها أحزاننا. يا رحمن يا رحيم، ارزقنا رحمة من عندك تجمع بها شملنا وتوحد بها فرقتنا. اللهم واغفر لنا بها ذنوبنا واصلح بها أمورنا. يا رحمن يا رحيم، نسألك أن ترزقنا بركة تغنينا بها عن فقرنا وتدهو بها شرنا وتبيض بها وجوهنا. يا رحمن يا رحيم، إليك مددنا أيدينا، إليك مددنا أيدينا، وفيما عندك عظمت رغبتنا، فاقبل توبتنا. اللهم إننا نسألك أن تقبل توبتنا، اغفر لنا يا ربنا ذنوبنا وخطايانا واقبل توبتنا. ونسألك يا مولانا أن تغفر خطايانا وأن تقبل معذرتنا. اللهم ارحم ضعف قوتنا، يا رب ارحم ضعف قوتنا. اللهم اجعل لنا من كل خير نصيبا وإلى كل خير سبيلا. يا رحمن يا رحيم، نسألك يا مولانا نعيما لا ينفد، ونسألك اللهم قرة عين لا تنقطع، ونسألك اللهم الرضا بعد القضاء. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. يا رحمن يا رحيم، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى عن الناس. يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا رب اهدنا وسددنا، اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا، واقض عنا ديننا. يا رحمن يا رحيم، لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا. اللهم إنا نعوذ بعزتك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، نعوذ بك يا ربنا أن تضلنا إلى سواء السبيل. اللهم يا رب العالمين، ارزقنا الهداية وارزقنا الرشاد، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. يا رحمن يا رحيم، يا رب العالمين، نسألك اللهم أن تملأ بالإيمان قلوبنا وباليقين صدورنا وبالنور وجوهنا وبالحكمة عقولنا وبالحياء أبداننا، واجعل القرآن العظيم شعارنا والسنة المطهرة طريقنا. اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة، اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة، وأعدنا من موجبات الندامة يوم القيامة، وخفف عنا ثقل الأوزار، وارزقنا عيشة الأبرار، واحفظنا من شر الأشرار. يا رحمن يا رحيم، يا رب العالمين، نسألك اللهم أن تشافي منا كل مريض وكل سقيم وكل عليل. اللهم بحق قولك، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما. اللهم الطف بنا في تيسير كل أمر عسير، يا لطيف يا لطيف، الطف بنا فيما جرت به المقادر، ويسر عنا كل أمر عسير، فإن تيسير العسير عليك يسير. اللهم إنا نسألك التيسير، أما اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادر، يا مغير الحال والأحوال، غير حالنا إلى أحسن حال، يا مغير الحال والأحوال، غير حالنا إلى أحسن حال، لا حول ولا قوة إلا بك يا رحمن، أنت المقصود بكل حال. اللهم إنا سلمنا إليك مقاليد أمرنا، يا رحمن إننا قد سلمنا إليك مقاليد أمرنا، فاقبلنا وارحمنا يا قادرا على كل شيء، يا قادرا على كل شيء. اللهم إنا نسألك يا غفار الذنوب
يا ستار العيوب، يا قابل التوب، يا واسع المغفرة، يا من كتب على نفسه الرحمة. اللهم بدل سيئاتنا حسنات، اللهم بدل سيئاتنا حسنات، وحبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. يا رفيع الدرجات، يا سامع الأصوات، يا مجيب الدعوات، نسألك اللهم كل من عنده حاجة في هذه الساعة أن تقضيها له. اللهم كل من عنده حاجة في نفسه وقلبه أنت أعلم بها، فعجل له بالفرج يا رحمن يا رحيم، عجل له بالفرج. يا ذا الجلال والإكرام، صل وسلم على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقول لأحباب الكرام، كل من عنده هم أو غم، مفتاح عظيم من مفاتيح الفرج والعز والكرامة والسؤدد، اسم من أسماء الله الحسنى، لنقول العزيز ذو الجلال، العزيز ذو الجلال، العزيز ذو الجلال. يعطيك الله العزة من عنده ويضفي عليك من جلاله. اللهم ارزقنا عزة من عندك، اللهم ضف علينا من جلالك، يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين.